أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ 13.9 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 16.6 مليار دولار خلال عام 2022. أوضح الجهاز المركزي أن حجم الواردات المصرية من الصين بلغ 12.9 مليار دولار خلال العام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار خلال عام 2022، وأن حجم الصادرات المصرية إلى الصين بلغ 909 ملايين دولار خلال العام 2023. ومن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الصين الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 414 مليون دولار، فيما بلغت صادرات مصنوعات من أحجار وأسمنت نحو 116 مليون دولار. شهدت منطقة خليج السويس افتتاح مشروع لمحطة طاقة الرياح بقدرة 252 ميجاوات، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وخفض انبعاثات الكربون. مساع حثيثة تخطوها الدولة المصرية نحو مستقبل أكثر استدامة، وفي هذا الإطار يأتي افتتاح مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 252 ميجاوات. يعد هذا المشروع نموذجا للتعاون المثمر بين الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة، التي تشمل بنك التعمير الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي. لازم كلنا كمصريين نبقى فخورين بهذا المشروع. المشروع 252 ميجاوات دي قدرة مش شوية إذا ما قورنت ببعض القدرات اللي موجودة في دول الجوار، لكن قدرات مصر احنا أعلى من كده. احنا عندنا زي ما انتم شايفين سرعة الرياح عالية جدا، واحنا مش قادرين نقف من سرعة الهواء. احنا حريصين ان احنا نستثمر الامكانيات اللي عندنا دي من سرعات الرياح والشمس اللي موجوده اثناء اليوم واثناء السنه. ياتي هذا المشروع في اطار الاهتمام الذي توليه القياده السياسيه للتوسع في نشر استخدامات الطاقه المتجدده من رياح وشمس وخفض انبعاثات الكربون وزياده نصيب مشاركه القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات. محطات شمال البحر الاحمر بتمتد من الزعفرانه لحد جبل الزيت. عندنا محطه الزعفرانه 1 وزعفرانه 2 22. المحطات دي برضو من كلها رياح. محطة زعفرانة 1 فيها 5 محولات، 2 × 75 + 3 × 25. المحطة جهد 220 × 22 كيلو فولت، دي برضو توليد رياح. الخط ده أو الترانسميشن لاين ده بتبقى عليه حمايات كهربية، فالحماية دي علشان لو حصل أي مشكلة على الخط بنبدأ نحميه، يعني لو المشكلة ما تزيدش. فعندنا مثلا اجهزه الوقايه الناحيه دي بتحمي كل دايره، فكل دايره عليها جهاز مين واحد ومين اثنين، جهاز وقايه مسافيه مين واحد ومين اثنين، بحيث ان لو حصل اي مشكله على الخط تبدا تفصل وتحميل الخط ده من ناحيتين. وتستهدف مصر الوصول بنسبه مساهمه الطاقه المتجدده في مزيج الطاقه الى اكثر من 42% بحلول العام 2030 في اطار استراتيجيه الطاقه المتكامله والمستدامه في البلاد، كما يجري حاليا تحديث استراتيجيه الطاقه حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التي تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد الانتفاع بالأرض لمساحة 65 ألف متر مربع لشركة روغلو إيجيبت للملابس الجاهزة التركية باستثمارات
تصل إلى 40 مليون دولار. ذكرت المنطقة الاقتصادية أن ذلك التوقيع يأتي في إطار تعزيز التعاون مع الاستثمارات التركية في القطاعات الصناعية المستهدفة، خاصة في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة. وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن هذا التوقيع هو السادس من نوعه من بين 15 مشروع يجرى دراستها لتنفيذها في المنطقة، منطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، والتي عملت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تطويرها وتجهيزها لاستقبال مختلف الأنشطة الصناعية، لا سيما صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، إذ تخطط اقتصادية قناة السويس لجعلها مركزا إقليميا لهذه الصناعة. ارتفع ما تم توريده من القمح المحلي لموسم الحالي إلى 262 ألف طن حتى اليوم في محافظة الدقهلية، وقد تم فتح نقاط التوريد لاستقبال القمح المحلي في 37 موقعاً على مستوى المحافظة. سنابل الذهب الأصفر تتلألأ في الصوامع، حيث ارتفعت حصيلة توريد القمح المحلي موسم 2024 في مختلف محافظات الجمهورية. هنا في محافظة الدقهلية ارتفعت حصيلة توريد القمح إلى 262 ألف طن قمح، وقد تم تحديد أسعار شراء القمح لهذا الموسم لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية. سعر الأردب نقاوة 23.5 درجة ب2000 جنيه، والأردب درجة نقاوة 23 ب1950 جنيها، والأردب درجة نقاوة 22.5 درجة ب1900 جنيه، على ألا تقل عن درجة نقاوة 22.5 درجة. زرع السنة دي كان ممتاز، يعني أنا حضرتك بقول لك زرعنا 25.462 من إجمالي 43 زمام زراعي قمح بس. احنا هنا الفلاح في مركز ميدغمر بيحب محصول القمح. محافظة الدقهلية شكلت غرفة عمليات لمتابعة موسم القمح هذا العام وتذليل أي معوقات لهذا الموسم بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء وكافة الجهات المشاركة. ناخد عينة عين متجانسة من كامل العربية كلها، تمام، ومن فوق ومن تحت في شكل سبعات أو ثمانيات، بعد كده بنحطها على الترابيزة ونحاول نشوف الدرجة بتاعتها نظامها ايه، تمام، تأكدنا من الدرجة بتاعتها، تاخد الكارتة بتاعتها وتاخد التقرير بتاعها المظبوط، وبعد كده تبدأ تخش جوه على الميزان عشان تبدأ تخش على النقرة ليتم سحبها وتخزينها في الخلايا. ويبلغ عدد المواقع التخزينية 37 موقعا على مستوى المحافظة لاستقبال القمح موسم 2024. جهود كبيرة تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة والتوسع في زراعة وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية، سعيا للحفاظ على الأمن الغذائي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم لتقييم السياسة النقدية الأمريكية المستقبلية ولقرارات سياسة الإنتاج الصادرة عن اجتماع أوبك بلس والمقرر في 2 يونيو القادم. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو بنسبة 0.1% لتسجل 83 دولار و7 سنتات للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو بنسبة 1.2% لتسجل ما قيمته 78 دولار و68 سنتا للبرميل. هذا وقد ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.84% لتصل إلى 2.45 دولار للتر، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.19% لتسجل 2.55 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقع بنك الاستثمار الأوروبي قرضا بقيمة 120 مليون يورو مع إسبانيا لتمويل لتجديد وتوسيع سلسلة من المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية العامة في 5 مدن إسبانية، مشيرا إلى أن المشروعات تشمل بناء مركزين للرعاية الصحية الأولية وتجديد أحد المستشفيات وبناء مركزين للرعاية الصحية. كما أكد بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض يساعد إسبانيا في تعزيز خدمات الرعاية الصحية العامة للأشخاص في عدة مناطق، بينما يعد القرض هو الشريحة الأولى من التمويل التي تصل ويصل مجموعها إلى 175 مليون يورو.